أو لأ؟ الألعاب الغبية دي هي بتعمل إيه؟ كاتنب هي الأفضل. لأ، أمي هي الأفضل. هاي، إيه اللي عملتي ده؟ أوبس، أسفة، كانت غلطة. أوبس، في الحالة دي لعبتك هتروح هناك كمان. مش قادرة أتنفس. فين الهوا؟ أو لأ، يا جماعة، أعملوا لايك عشان بومي وكاتنب يقدروا يتنفسوا في حوض السمك. أوهو، نجحنا. شكرا يا جماعة. يو، خياشيم، بقى عندي خياشيم. رائع، هاي فايف. أوتش، هو دباب؟ افتحيه. بومي، محتاجة مساعدة. الباب معلق. لفيه. مفيش فايدة. في رقم سري. هاي، لو عايزين تخرجوا من هنا لازم تتحولوا لعرايس البحر. كل مهمة هتخلصوها هتكشف رقم. ها؟ مش فاهمة. قطة غبية. هشرحلك. شوفي الأرقام بتظهر هنا بعد كل مهمة. إيه؟ مستحيل نعمل كده. في الحالة دي كل اللي هتاخدوه هو ده. باي يا غريب. هو بيتكلم عن ايه؟ هي بتخطط لايه؟ قائمة ازاي تكون يا عروسة بحر لحبيبتي كاتناب؟ مش هتاخدي حاجة. يا قطة خدي دي. اوه شكرا. مفيش عندك ده. في لستة كاملة. يلا نبدأ بالميك اب. ده مش عادل. فين الليست بتاعتي؟ لازم افكر في حاجة. هي دي، لقيت نجمة البحر. أوتش. أوه، في ليست. أول خانة هي الميك اب. مية مايسيلر لبشرة نضيفة. إيه؟ دي بدأت هي كمان. لازم أستعجل. نياو، بعد كده هضيف البلاش. مش بسرعة قوي كده يا حلوة. أو يا ربي، إيه اللي حصل لإيدي؟ أوه، لازم تراقبي الميك اب بتاعك. يلا نسخنها. دي سخنة جدا. أوه، مش قادرة أمسكها بإيدي. أوه، لازم أعمل كل حاجة بإيد واحدة. كاف ماسك الإيد التانية رهينة. ده ممتع. أو أوه، حاجة وقعت. عندي حيلة. مكوة سخنة علشان ما احرقش صوابعي. ظل الأيشادو المشرق. أيلاينر مجنح. اللمسات الأخيرة. لازم أبعده عن طريقي. لما يكون عندك إيد واحدة الميك اب مش بيكون سهل. لمسة من الأصفر على شفايفي. هعمل رموشي. جليتر عشان أكمل اللمسة النهائية. أنا كمان الميك اب بتاعي جاهز. أوه، هاي يا إيدي، رجعتي. المهمة الأولى انتهت. الرقم الأول تمام. واحد. طيب الباب اتفتح؟ لسه. مياو. اللي بعد كده على الجدول الشعر. لكن إزاي أعمل كده؟ اتفضلي يا بامي، كل ده ليكي. أوه، دي حاجة لطيفة منك. أقل حاجة أعملها لك. رائع، دلوقتي أقدر أعمل شعري. نامي. أنا هكون الستايلست بتاعتك. شكرا. طيب، في إيه هنا؟ صبغة شعر. ها؟ أزرق؟ أنا محتاجة سيرم لنمو الشعر. هضيف شوية صبغة. واو، بيلمع. تجربة صبغ شعري شغالة. ده جميل. شعري الفلافي جميل بيطول. حاسة إن أنا روبونزل كاتناب. يلا، ليه الباب مش بيفتح؟ إيه اللي بيضحك؟ لا لا لا، لازم تكملوا المهام مع بعض. هتخرجوا مع بعض من هنا. هو ده النظام. هادم المتعة، مش مشكلة. اصحي. إيه؟ اصحي اصحي اصحي. اوكي،
اطفوا الأنوار. ها؟ لسه نايمة؟ ازاي ده ممكن؟ اوه، عندي فكرة. جاستين، احنا معجبين بيك جدا، ممكن ناخد قبلة؟ كيو، واضح اننا هضطر اعمل شعر بومني. ايه حكاية البرنيطة دي؟ اهو كده احسن. هاي، صباح الخير يا سليبينج بيوتي، ده شعر جميل. هنا الرقم الجديد 5. اوه لا، لسه مش بيفتح. ايه الحكاية؟ مفيش حاجة، المهمة الجاية. ديل وطب، هنجيب هدوم منين؟ اه عرفت، خدي الديل. وهنا في ايدي ليكي يا بامني. اه بصي فوق. ايوه 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 ايوه. اها بتحلموا، ده افضل من انه يكون حقيقي. ايه مجرد قماش؟ هعمل بيه ايه؟ انا مش بعرف اخيط. بنات عندكم اي افكار؟ ايوه اهي ابره. اه شكرا. ايه رايك اداه خياطه؟ واو ده سحر، متحمسة اني استخدمها. خدي خطوة كبيرة لورا. ليه لازم اكون انا؟ انا خايفة. فوالا، واو نفت رائع. انتي اعملي لي لبس عروسة البحر. طيب انا هنشن. هاي انا هنا. اوبس محاولة تانية. يلا اتشو. مش مهم او مهم. خلاص كده دلوقتي اكيد هتيجي. اوه جميل قوي، اخيرا. اوه الابره خلاص خلصت، كويس ان احنا عملنا كل حاجه. اهو الرقم الجديد، يلا افتح. لسه مش بيفتح. عملنا الديل والتوب، بعد كده هنعمل ربطة الشعر. اه ما عنديش حاجة، هعمل ازاي ربطة شعر من غير حاجة؟ ثانية واحدة، انا عندي فكرة. انا هرسم طوق للرأس علشان يتعمل بس كده. وقت الميك اوفر السحري، تريدي دي باند. جميل قوي صح يا كاتناب؟ ازاي احول الودان لتوكة شعر؟ اه يا ربي. هي كاتناب، هي مش سامعاني. كاتناب ها لفي. اوه لا لا لا، واو ده كان سقوط حظه حلو. اكسسوار رائع، اللولي مثالي للتوق بتاعي. هلزقه مع الودان بعناية. جاهزة، رائع. اهو الرقم الجديد، ده مش كفاية. دلاية، ده هيكون سهل. انا عندي دلاية على فكرة. اوه لا اتكسرت، دي حاجة مؤسفة. انا هعمل افضل دلاية في الحوض كله، برنيتي الشهيرة على شكل سمكة. رائع، بعد كده هلزقها بمسدس الشمع. هلزق بمسدس الشمع. طيب هعمل النص التاني احمر، هعمله احمر. اوكي الدلاية هتتشال من ورق الزبدة. اوه واو شكلها جميل، هحط شريط. خلاص كده هحط شريط، انا هحصلك. للأسف ده مش هيساعدني، ازاي اصلح دلايتي؟ دي بقت اسوأ. انا عندي فكرة، هاجي ساعدها. ايه المشكلة الكبيرة؟ دلايتي اتكسرت، أنا هصلحها، هثبتها هنا. شوية أجواء المحيط مش هتضر حد. طيب نفعت؟ يا ربي مش عارفة أشكرك إزاي، دي دلية جميلة جدا،
شكرا. اوه يا ربي هاجي، انت كويس جدا. رقم جديد. لسه مش كفايه يا بنات، وحشتكو. عندي هدايا ليكو اهم. انا مش عايزه. مش مشكله، قطه ده ليكي. طيب شكرا. ايه ده؟ انا بحب المفاجآت. واو ده حلق جميل، انا عايزه زيها. افتحي العلبه. ها، هي دي قنبله؟ الوقت بيمر. مش مهم، انا لازم اعمل الحلق بايدي. امسكي نفسك يا بومني. هقص ديل السمك من الورق الفوق وهزق النصين مع بعض وزين باللولي. هعمل نمط بالجليتر. كل اللي محتاجاه إضافة مشبك حلق. كله تمام. طيب القنبلة هي عملتها. ده مش عادل. الرقم الجديد. يلا يا باب، لسه مش النهاية، محتاجين جوانتي. مش هخليكوا تخلصوا المهمة. شتتيه مستر كين، انت رشيق جدا. انا هاخد عصايتك. احنا دلوقتي بنتحكم فيك. يلا اعمل لنا جوانتي. كل حاجة في القايمة. يلا اتفضل يا كتناب. شكرا. وهو القماش بتاعي. اتفضل يا بومني. شكرا جدا، ده جميل، ده على قدي بالظبط. خلاص كفاية كده، احنا اخدنا الرقم. هاي افتح. ضوافر، محتاجين ضوافر عروسة البحر. المانيكير هيكون حلو عليا. هبدأ بمبرد الضوافر. هو في ايه؟ المبرد اتجنن، صعب اسيطر عليه. ساعديني. لا 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 بلاش، انا همسكه. شكرا. فيو، مفيش طريقه نخرج بيها من هنا. اسمعي ده. ايوه يلا بينا نبدا. هنمسك اللي باسنان متحركه ده في شباكنا. كله تمام، هو بس لازم يدوس على العلامه. احنا هنراقب. هو فين سيداتي؟ ساعدونا، انا اتشبكت. خلاص كده. فخ حلو يا بنات، مش هتفلت من ده. دي مفاجأة. السلك الرقمي حصل في حدث. جيبي جيبي جابا جابا بوم بوم بوم. كين؟ لا، ايه اللي حصل لك؟ يا ربي. وات؟ انا اللي قتلني. كين القاتل هو مين؟ لا. لا كين، ارقد بسلام. ها؟ انا مصدوم. ابعد عني، انا اللي هعمل كده. بصوا، بما ان كين مات ممكن كلنا نمشي من السرب. مفيش حد هيمشي قبل ما نعرف القاتل. طيب لو انتي اللي قتلتيه. ايه؟ لا. طيب يلا بينا. لا انتي قاتله، الكل بيقول ان انتي. كان انتي. لا مش انا. ايه؟ أنا بومني، أفضل محقق في السيرك الرقمي المدهش. بصوا، أنا هعرف مين المسؤول. أنت؟ مش أنا. ولا أنت؟ مش أنا. ممكن يكون أنت؟ زبل؟ قلبه اتكسر. يمكن أنتوا اللي قتلتوه؟ ها؟ طيب أهم المشتبه فيهم الأساسيين.
مين قتل كيف؟ الأمور مش منطقية. ها؟ ده صحيح. فولة واتقسمت نصين. هي يا شباب، انتوا عارفين مين قتل كين؟ اكتبوا في التعليقات. ده مكان الجريمة. دوروا على الأدلة. سكينة؟ لا. اها، ايه ده؟ اوه، ده ديل. ده كان انت. انت؟ ده انت، انت اللي قتلته. ده فعلا ديلي. استنوا، المتهم اتفضل اقعد. ها، لازم ايوه، ما تتحركش. اقسم ان انت هتقول الحقيقه، كل الحقيقه ولا حاجه غير الحقيقه. قول لنا كل حاجه. اوكي، انا كنت بتمرن باتقل دامبل في العالم بايد واحده، وبتعلم اغنيه جديده على الجيتار بالايد التانيه، حتى انعكاسي كان مبهور. على العموم كنت رائع جدا. فجاه سمعت تصريخ، انعكاسي خاب، بس انا لا. كنت عارف بالظبط لازم اعمل ايه. استرجل، سيب خليه الاسنان وانقذ رجتها زي الرجاله الاقوياء. قوي جدا. انا رحت لكوكمو وبصيت له في عينه. انت بطل خارق. رجتها رمت نفسها في حضني وادتها ورده. هو رائع جدا. لا، مش ده اللي حصل، ده كان العكس تماما. انت بتكذب. استني ثانيه، هقولك اللي حصل. جاكس كان خايف قوي من كوفمو والوضع بقى سيء، عشان كده هرب. ايوه، في الواقع انا هربت، وواضح ان ساعتها ضاع ديلي. بلاش الوش، مش مذنب. بالمناسبه انا شفت راكتا وهي بتطارق كوفمو ومعاها سكينه في ايديها. ايوه، السكينه دي سلاح الجريمه. ها، ايوه هي دي. هي فين؟ اوه لا، مش هو ده. اعذرني يا زبل، ده كان محرج. انت تاني، انت مش هتهربي، انت هيتحقق معاكي. اوكي، كنت بتعملي ايه يوم قتل كين؟ ابعدي الضوء عني. طيب انا ممكن اشرحلك اهو. لست ازاي تكوني عروسة البحر؟ ايه؟ اوبس، اهي لست بالاكل اللي عندي حساسيه منه. طيب وايه يعني؟ طيب تخيلوا معايا، جاكس كان بياكل بطاطس، انا كنت جعانه قوي، فامي كانت بتاكل برجر بالجبنه، المشكله ان انا مش هقدر اكل ده. يا ربي، ساعتها بدأ كين يغزني بالناجتس. الريحة كانت جميلة جدا. رجتها بتخطط لإيه؟ لكن هو أكله كله لوحده، فأخدت سكينة ورحت وراه. أيوة أنا شفتها، ده كان هي. القضية اتقفلت، دلوقتي أنا أفضل محقق، صح يا زبل؟ هاي فايف. لا، مفيش بورنيطة ولا عدسة مكبرة، مفيش محقق. طيب كملي. فأخدت السكينة ورحت ورا كين. في إيه؟ البيتزا المفضلة عندي هي المارجريتا. طعمها رائع. استمتعت بكل قطمة. ما
مفيش جرايم. أنا مش مقتنع. طيب أهو الدليل، حساسيتي. مقنع جدا، مش مذنبة. هايل. بما إن مش راجثا ولا جاكس، مين القاتل؟ زبل. هي يا صاحبي، مستعجل ليه؟ اتفضل اقعد. أنا عايز أعرف كل حاجة. طيب هقولك. طيب إيه اللي حصل؟ يلا اتكلم بصراحة. أنا عارف مين قتل كين. ده كان إيه؟ ده كان انتي. انتي لا انتي. فين البوم بومز بتاعك؟ ها؟ اهو في وسط مسرح الجريمة. بومني دلوقتي المشتبه فيها جديدة. انا عايز اعرف ايه اللي حصل دلوقتي حالا. مفيش حاجة حصلت. انا هعرف الحقيقة. هي محقق، أنا عندي حجة غياب، كنا مع بعض. فعلاً؟ ده مش حقيقي، ما تتدخليش في التحقيق. قولي لي ليه قتلتي كيف؟ ولو ما قلتيليش هعذبك. كفاية، أنا هعترف. أنا بس كنت برقص. فجأة شفت عصايته. واو، أقدر أستحضر طريق الخروج. واو. بيو. أوه أيوة، باب الحرية. ما حدش شايفني؟ أنا همشي. أوتش. راسي. أوتش. أوبس. يو، ليه في سلايم مش قهوة؟ أسفة، يعني ده كان أنتي؟ هي، لسه في شوية في جيبك. فين؟ في الجيب ده؟ يو، لسه مقرف، دي غلطتي، مقرف جدا. نرجع للتحقيق. يا بنت، قولي لي كل حاجة. طيب، بدأت أهز العصاية، مفيش حاجة كانت نافعة، أسوأ يوم في حياتي. أوبس، أنا بكره الحشرات. ده كان أنتي. إزاي تتجرأي؟ صداقتنا انتهت. أنتي عارفة إزاي أنا بخاف من الحشرات. طيب أنا هكمل التحقيق لوحدي. عصاية غبية. أو أنا أكيد كسرتها، ده سيء جدا، سيء قوي، لازم أصلحها، بس إزاي؟ لا مش ده ولا ده. أوه كده مثالي، العصاية بقت جديدة خالص. أهو محدش هيعرف. إيه؟ ها؟ تاني؟ أنا شايفاكي. عرفت، أنتي أوعي تتجرأي وتقعي. أقفي، أنا مش مذنبة. حقايق، هي فعلا بريئة. طيب نعمل إيه؟ كين لسه ميت. ده كان صغير جدا. كين ليه سبتنا؟ اوه ايوه زبل. استنوا، مش راسه كانت ملفوفه من 5 دقايق؟ صح. لا لا لا، بتعملي ايه؟ ده مزيف. انا عملت فيكم مقلب حلو جدا، ده كان رهيب. هنبدا بيه، ما كانش كوفمو.
كان أنت. أنا ما خفتش قوي أصلا. وإنتي؟ أنا؟ ما كانتش صوص البيتزا. قصدي أنا كنت صدقتك. طيب وأنا؟ ها؟ فاكرة جوانتي ده؟ أوه أيوة فهمت. طيب وزبد؟ هاها ده كان سهل. زبل عرف إن أنا عايش وكان عايز يقولكوا الحقيقة. فقطعت راسه وحطيت عليها كاتشب. مغامرة جديدة ممتعة في سيرك الرقم المدهش. ده مش مضحك. بيب انتي رايحة فين؟ سيرك تشينو حلو. يا ربي في حد وقع في الفراغ. كفاية وقت الرجوع تاني. ما تحاوليش تلعبي مع الفراغ. أنا هرجع. ييو أنا خلاص مش عايزة آكل. أنا عايزة أرجع لبابا وماما. إنتي ها؟ دلوقتي إحنا عيلتك الجديدة. إيه؟ أوه لا لا لا. أحسن بكتير دلوقتي. ألترا ساوند. وداني صح أنا ما عنديش ودان. طيب ماشي خلاص لو الفيديو ده وصل 20,000 لايك هسيبك تخرجي. هي أيوة أنا مش سامع حاجة. ياي ساذجين أنا متأكد إنه مش هيوصل 20,000 لايك. هما هيفضلوا هنا للأبد عشان يعملوا اللي أنا عايزه في سيرك الرقمي. إيه؟ أنا هعمل لايك. شكرا جدا. طيب تشاو. أنا هعدي الأول. فهمت ده مش بيبي. ركثة ده ليكي. روحي يا عروسة ما تقلقيش انتي قدها. ما تبصيش أنا هساعدك. يلا ركثة حبيبتي أنا عندي تحدي صغير جدا ليكي. لازم تلاقي كل قطع الزبل وتركبيهم مع بعض. عندك 60 ثانية عشان تخلصي. إيه؟ باي يا ربي. الشاب ده في كل مكان. فين جسمه؟ طيب استملكي نفسك أنتي تقدري تعمليها. لازم أتصرف بسرعة. أهو دي هتكون الرجل. عملتها. مش هتنفع. فين الباقي؟ هو الجسم اهو مش عارفة اوصله. واو دي ترامبولين. هنط اعلى. نفع. طيب يلا نركب الرجلين. جميل. الوقت بيخلص. سهلة قوي. في احتمال انه يكون فخ. هيهو مفيش حاجة حصلت. لا 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 لا. اوتش عينيا. هركب الدراع. عظيم. لا الوقت ابتدى يخلص. بابل استني اديني الراس. انا محتاجاها. بتاعتي. نفع. كل قطع زبل في مكانها. انا همشي. انا نجحت. بصي بيصورونا. هاي انتوا تعالوا خدوا كلوز اب. انا بس اهو مخرجي. اتحركي. انا جاهز تماما. اهلا يا جاكس ده هيكون تحديك الخاص. انا جاهز تماما. اعمل ايه؟
طيب تشاو. ماما ميا، بيتزا باستا لامبورغيني. اوه بعد اذنك بليسيمو رابتيتو بيرفيتو. اتفضل اقعد من فضلك، انا هعدلها. العشاء يكون بليسيمو. هخليها احلى بالاعشاب. اوه تشيلا بالليمون. ايه اللي بيحصل؟ اوه ميس كوزي، انا عشت اللحظه شويه. نو يام يام. ايه ده؟ الطبق الرئيسي ارانب. انا لازم امشي. اوه مي مور، احنا محتاجين صلصه كريمه. مي مور، انت ما خدتش اذني. اوه ريبيتو ميو، ايه اللي بيحصل؟ استنى بص معايا. ايه؟ لا لا من فضلك لا. بانج. اوه ميو بامبينو، وهضيف كمان. لا ماما ميا، مارتو سباجيتي. بيتزا لذيذة، بيتزا بيلا. اوبس انا ناس. انت شرير جدا، ايه رايك كده؟ ساندوتش هايل، قلبي كسر من العذاب ده. اوه ايوه انا كسبت. اوتش، انا كويس مهما يحصل. اوه بيبي. ناك ناك، في حد هنا؟ انا قلت افتحوا. اوتش، مفيش امل ان انا اخرج من هنا. ايه ده؟ افتحوا لي ارجوكم يا ربي. ايه ده؟ أجمع اسم من الحروف؟ فوكمو؟ غلط؟ متأكد؟ طيب إيه رأيك في ده؟ ما فوكو؟ متأكد إنه مش اسمك؟ أوبس، في الحالة دي كوفمو كده صح؟ يا ربي أوتش، ليه كده؟ ها؟ اوه انتي هنا. هي انتي بومني. ايوه رائع. مين الشاب ده؟ الملك الارنب. لحظه انا مش مصدقك، ده جاكس اكيد. مش هستحمل الكذب ده. بما انك بتحب التحول قوي، اهو تحول تاني. لا يا بومي، احنا لسه ما خلصناش كلام. يلا نشوف انتي خايفه من ايه. لا لا، سيداتي سادتي، انتوا على وشك تشوفوا قتال القرن. معنا ماما في الزاويه اليمين. هي يا حبيبتي مامي. وبابا في الزاويه الشمال من الحلبه. هاي بيبي بابا. بداية قتال الآباء الجولة الأولى. أوه لا أرجوكم لا. إيه مشكلتك يا أناني؟ إيه مشكلتك أنت يا متحكمة؟ كفاية من فضلكم، ده اللي هما محتاجينه، بابلز الحب. أوه حبيبتي. اوه حبيبي انا بحبك. وانا كمان بحبكم. هما راحوا فين دلوقتي؟ ده مش عادل. اهو الباب.
راجثا، شفتي عضلاتي؟ هاي بومني، عملتيها. برافو، أنا مبسوطة أوي. بيب، ده طريق للخروج. استنوا، رايحين فين؟ انسوا فكرة الخروج. يا شباب، انتوا ما اديتهمش 20,000 لايك، وده معناه ان هما هيفضلوا هنا. يا بنات، انا هتعامل معاه. هيا. ها؟ ايه اللي بيحصل؟ دي مغامرة جديدة ليكوا كلكوا، معركة رأس. يا شباب، ابتدوا رأس. ايه ده؟ ها؟ هاي بصي. ها؟ المفروض نعيد ده؟ ها؟ مش قادرة استحمل، احنا قربنا خلاص؟ لا، العرض لازم يستمر، اهو التحدي جديد. ساعدوني، انا اتزنقت. فاكر نفسك مين؟ انا اللي بدير المكان هنا. هتعملوا كل اللي اقول عليه. ده السيرك بتاعي وانتوا قرودي. يا صاحبي انت مجنون. اوه يا ربي، خبوني. فيو، مش قادره استمر، مفيش مكان تستخبى فيه. اوبس، ارنب سخيف. انا فين؟ جاكس، هو فين؟ دورك جه. امي، خدي بالك. لا، ساعديني. مفيش حد هينقذك دلوقتي. ها؟ رن. هاي انت. هو ده التابلت. هو فين؟ حبيبتي، انا اقدر الاقيكي في اي مكان. السيرك الرقمي مسح. مين اللي عمل كده؟ لا، يس. نفى. ها؟ طب دلوقتي ايه؟ كل حاجه بتختفي، وانا كمان. ايه اللي بيحصل؟ هو انا فعلا دخلت الجامعه؟ ده جنان، انا بن دلوقتي. رائع. مين هنا؟ هاي، لا، تعالي معايا. انا بقيت فين؟ انا بقول نلعب. لا، ارجوك استعدي تكوني وحش. لا، ايه؟ لا 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 يا بن، مش هتعمل ده. ايه؟ انت افضل من كده. بن مش شرير من زمان، هو في الواقع لطيف، مش انا صح؟ هقولك القصة بتاعته. وقت الغدا، الساندوتش اللذيذ بتاعي. لازم تقللي من الجلوتين. الساندوتش هيكون بتاعي. فاشلة. مش مشكلة، اهو الساندوتش بتاعي، استمتعي. واو، ها؟ ده انت يا بن، الساندوتشات الغريبة مش المفضلة عندي. وقاحة جدا منك. نسيت. ايه؟ هما بيتنمروا على الضعيف؟ ده جنون. انا هعلمكم درس يا متنمرين.
أنت أكبر منه بكتير. ده غلط. ها؟ كله كويس دلوقتي؟ إحنا في الواقع بنلعب. أنت لازم تبوظ كل حاجة يا بن بن. ها؟ كانوا بيتنمروا عليك، إزاي ده ممكن؟ هاي. ها؟ فاشل. خد البريك في الدولاب يا أرنب. دي كانت أسوأ سنين في حياتي. أنا أسفة جدا. أنا لازم أمشي. إيه؟ وقاحة إنك تنطي وسط الكلام. أنا لازم أمشي. استني. لازم أخلص القصة بتاعتي. طفولي قوي. اشربي شوية شاي. اتفضلي عادي. القصة هتكمل. أنا وقفت فين؟ بن بن بتاعنا كبر شوية، ورغم ده كان أكبر فاشل في الجامعة. هاها فاشل كل يوم. ابتسمي يا فاشلة. ايو. هاي هاي. الفاشلين لازم يتحدوا مع بعض، ده كان لازم يحصل. بن بن طلب من صديقته انها تروح معاه كافيه في اول ميعاد ليهم. القهوة بتاعتكم. حلوة قوي. يلا يا فاشل. أوه. انت عارف ده مسلي، على الأقل في شوية كريمة. مفيش حاجة ممكن تاخد البريق من طيور الحب. أوتش. بن بن حركة وحشة. ده مضحك. هاي أنا عندي فكرة. فكرة؟ أنا بقول نلعب ليمبو. إيه؟ مين بيعيط؟ الصوت جاي من ورا. يلا نروح نشوف مين اللي بيعيط. مش عارف المصدر منين. أرجوكم تساعدونا. اكتبوا في التعليقات واعملوا لايك عشان اللوكر الصح يفتح. شكرا. ها؟ المسكينة. اطلعي برا، هما بيضايقوكي انتي كمان. انتوا مين؟ احنا هنعمل جاردن للطيبة والعدالة. بن بن جاردن لكل الأطفال. يابي. واو المكان ده رائع. يلا نبتدي. أول قاعدة في كيندر جاردن هي إن ممنوع التنمر. إيه الصوت ده؟ إيه؟ لا 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 مش هنا. أيوة أنا عديت. هاي يس. يا ربي أعذرني. أنت كويس يا بن بن؟ إديني اللابتوب. ولو ما اديتهولكيش؟ طيب شكرا. طيب إحنا كنا فين؟ ابتدي العرض. أوه ده صعب. أنا هساعدك يا بامبلينا. هو لطيف قوي. احنا حطينا الاساس، لونا الحيطه، ورسمنا مع بعض. اها
جميل جداً. الجاردن بتاعتنا جاهزة، فين الأطفال؟ طب لو ما حدش جه؟ أهم جم. هي يا ولاد، بان بان بامبلينا، يلا نلون. أو يا ربي، شكرا جدا. أرسم إيه؟ أنا من المعجبين بالفن التجريدي. واو، هو ده فن حديث. ما كان خالي من المتنمرين لازم يفشل. ايه؟ ها؟ مسكتكم. هاي انتي. هاي، ازاي بقينا هنا؟ اختبار الوحوش هيبتدي. انتي انتي كلكم هتبقوا وحوش. لا لا لا، فين المدرسين بتوعنا؟ اختفوا؟ ممكن نستناهم هنا. هنبتدي بالطائر الاول. لا ارجوك، انتي هتتحولي الحلزون. فوالا، انتوا وحوش. ده مخيف. زرار الطوارئ. ها؟ البنت مرت بيوم سيء. انا هحاول اوصل لزرار الطوارئ. دلوقتي دوركم يا طيور الحب. لا 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 حبيبتي، عملت ايه فيها؟ ايه اللي حصل لي حبيبتي؟ انت فين؟ انت مشيتي؟ دي كانت مأساة، حولنا لوحوش. حاجة مؤسفة. هحط حقنة المصل بعيد. طيب أي مناديل يا وحوش؟ طيب هاي يا ولاد، جوزي. أهلا. وحش. رايحين فين؟ أنا مش وحش. حبيبتي وشغلي راحوا. أنا أفضل الموت. إيه؟ في حد بيعيط؟ هي دي بامبلينا بتاعتي؟ حبيبتي ده إنتي؟ أنا قبيحة، أنا مش عايزاك تشوفني. كفاية، إنتي جميلة مهما كان، أنا بحبك كده كده. بامبلينا بتاعتي، الوحش المفضل عندي. ده اللي حصل. أسعد قبل وحوش. انتوا مش وحوش خالص. انا عندي فكرة. ها؟ هي بتخطط لإيه؟ بترسم اعتقد. ترى الكل هيعرف ان انتوا مش وحوش مخيفة، وان انتوا بتحبوا الاطفال. نحضن بعض؟ اكيد. لا يا حبيبي، انت مش وحش، كلنا بنتفق مع بعض. ساعدوني. ايه ده؟ وبيلا، افتحوا الباب، في عصفورة مجنونة بتطاردني. لا لا لا، لازم نلاقي طريق نخرج منه. هاي مسكناكي. ايه؟ باب مختلف. اعتقد ان ده امان، لكن ايه المكان ده؟ في حد هنا. هاي. هاي اقعدي. مين اللي ورا الباب هناك؟ دي قصة رائعة، انا هحكي لك عنها حالا.